طيب النهارده في ماتشات كتير جدا مهمه في الحقيقه في معظم الدوريات، لكن الدوري المصري ممتاز وممتع ومثير وحاجه يعني تحفه. اول اسبوعين كده ماتشات كلها ضرب نار طحن متعه بصراحه، الواحد بقى مبسوط لدرجه ان امبارح مباراه الاتحاد السكندري مع فيوتشر كانت بتتزامن مع مباراه مانشستر يونايتد وتوتنهام. قوة وإثارة المباراة بتاعت الاتحاد وفيوتشر خلت الواحد مش عارف يتفرج على مانشستر وتوتنهام اللي هو في الدوري الإنجليزي، فده إن ده اللي يدل على إيه؟ يدل على مدى التطور الفني اللي موجود في الأندية في الدوري المصري ومدى جودة هذا المنتج الدوري المصري في الحقيقة، فحاجة الواحد مبسوط من خلالها جدا. لكن خلينا نتكلم على المباريات، والنهارده استكمال الجولة الثانية من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز. في ماتشين اتلعبوا ابتدوا الساعة 3 العصر، سيراميكا مع الإسماعيلي، سيراميكا فاز بنتيجة 2-1، المباراة الثانية كانت ما بين المقصة والجونة، المقصة فاز بنتيجة 2-0 في مفاجأة في الحقيقة، لأن المقصة احنا عارفين ما عملش تدعيمات، لعيبة كتير جدا مشيت عكس الجونة نوعا ما عملوا بعض التدعيمات. النهارده كمان بعض المباريات الأخرى الساعة 5:30 ماتشين جامدين قوي، طلائع الجيش مع الزمالك وفاركو مع بيراميدز، والماتش الأهم بالنسبة لنا كلنا إن شاء الله الساعة 8 بالليل ما بين الأهلي والبنك الأهلي، ده بخصوص مباريات الدوري المصري. أما فيما يتعلق بمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي استكمالا للجولة العاشرة، نوريتش سيتي مع ليدز يونايتد، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. أيضا مباراة أخرى الساعة 6:30 مهمة ما بين أستون فيلا وويست هام يونايتد، ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني ففي مباراة اتلعبت الساعة 3 العصر ما بين كاديش وريال مايوركا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. 5:15 أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، الساعة 7:30 ختافي مع إسبانيول، الساعة 10 بالليل ريال سوسيداد مع أتلتيك بلباو. أما بخصوص الدوري الإيطالي فالنهاردة الإنتر فاز على أودينيزي في مباراة ابتدت الساعة 1:30 بنتيجة 2-0 بهدفين لكوريا، والساعة 4 العصر فيورنتينا مع سبيزيا، مباراة الشوط الأول بتاعها خلص تقدم فيورنتينا بنتيجة 1-0. الساعة 4 أيضا في نفس التوقيت جينوا مع فينيزيا، التعادل السلبي بدون أهداف، ساسولو مع إمبلي، في نفس التوقيت أيضا تقدم سوسولو أو ساسولو على إمبلي بنتيجة 1-0. الساعة 7 ساليرنيتانا مع نابولي، مباراة أيضا في الدوري الإيطالي، وروما الساعة 10 إلى ربع بالليل مع ميلان في قمة هذه الجولة من هذا الدوري المميز. وأخيرا الدوري الألماني النهاردة بعض المباريات، أوجسبورغ مع شتوتغارت التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة ابتدت الساعة 4:30 عصرا، نجمنا المصري عمر مرموش مش بيشارك في هذه المباراة بداعي الإصابة. بورشيا مونشن جلادباخ هيلعب مع بوخم، مباراة في تمام الساعة 6:30 مساء. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات حول العالم.